وينكم هاي سنعولكم والرحمة بابا في قبره اللي نزيد عليكم حتى عارف. أنا مش جيت نعدي في فاكونس، أنا ديما نجي باش نخرى حاشاكم وما نحبش نحكي على الخرع اليوم. علاش؟ معناتها السيتياسيون كرشي ديما معناتها تيجي نمشي بليزيور فوا تواليت بار جور، ما توقعليش أنا في الحق نتاع ربي في بلاد أخرى كما نقولوها مرة في النهار و سافا في الصباح و سي تو با بلوس. هوني هنا شوية قالوا الطقس تبدل، قالوا فعاد، لا مش فعاد، فما حاجة في البيرة سافا با، اش عندنا فيه؟ قلت له وين تواليت؟ قال لي تفضل غادي. المهم سكرت الباب وقعدت، فهمت؟ هون واحد يجي وين تواليت، وبعد سبحان الله ما فهمتش كيفاش كي تقعد تطير هي شنو توا زبي تاعي واحد نسمع في حس هكا تشاف لي. انا ما نحبش نحكي، سامحوني ما نحبش نحكي على خير. شافني انت شنو هذا؟ انت ما بات شيء من القرجي، فهمت؟ قمت زيت ورحمة بابا في قبر ونزيد وراس ولادي الكل نقى جيراننا كرابوك، جيران مش جيران، جيران استر ربي. معناتها واحد طننته تدلدل يحسب هاشي دودة ولا زبي، كان مانك بلح ورحمة بابا. حتى في نقوم، فهمت؟ عندي نارين ما خريتش بالفجع، والله العظيم مش نحبش نحكي على خرا عشاكم وعشا ما ناس، فهمت؟ والله عندي نهارين ما خريتش ورحمة باب. حتى واحد السب مشيت نهز شي بلاستيك وشديته وخرجته وزب. يا ولدي قلت له فما جيران في التواليت، قال لي حاجة نورمال الزب. شنو هي نورمال الزب؟ الجيران ولا الزب عايش في المحاضات الزب؟ وكانت لا جربوه، أنا كذبني شرق لي سرمي، اش نعملوا الزب؟ يا خويا حتى واحد شيخرة يا رسول الله ما قاش راحتو. انا نحبش نحكي على خرا، زيدوا سمعوني جيتكم بشهر ربي موضوع كالزب هذا اليوم، فهمتوا ولا؟ اما يلزم نحكي ورحمة بابا في قبره وراس صغار نزيد عليكم حرام. جيراننا لقيتها تطل على الزك، واستر ربي ما ناكش بالعدل كرارزي ولا طنانت. معناتها واحد يروح دير زب ورمه مخزي، فهمت؟ مش معقول الزبد، مش معقول شنو الزبد؟ مولا فاكونس يا خويا يخلق الرب. هيا سالو، هيا بالسلامة على لطفه.